قراءة تحليلية لمقترح عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني بتشكيل مجلس أعلى لقيادة الجيش وأبرز ردود الفعل حوله. بانوراما اليوم الآن مع مراجع رشيد. أحد أعضاء المجلس الرئاسي يقترح تشكيل هيئة خماسية تكون بمثابة القيادة العليا للجيش، تثير جدلاً بعد انتهاء جولات الحوار السياسي الأخيرة. فهل هناك مساعٍ لعسكرة الدولة؟ وهل يقبل أعضاء الحوار بهذا المقترح؟ ولماذا كل هذا الإصرار على إقحام أسماء بعينها لقيادة الجيش؟ هل عقمت ليبيا على إنجاب غيرهم؟ وما هي ردود الفعل حول هذا الاقتراح؟ وكيف يمكن لهذا المقترح أن يمر دون التعديل على الاتفاق السياسي؟ ملفات نناقشها الليلة في بانوراما اليوم. أهلا بكم. هو مقترح قيادة أو مجلس يقود المجلس، يقود يعني يعنى بشؤون الأمن والجيش. ما يعيبه أنه مناورة لفك أو تعديل هذا الاتفاق، لأنه يختص بمهام القائد الأعلى. مهام القائد الأعلى تم، هناك نص واضح في هذا الاتفاق أنها من اختصاص المجلس الرئاسي. أي تعديل في الاتفاق السياسي يعتبر هو نهاية لهذا الاتفاق. الاتفاق السياسي لا يمكن أن يمس. الاتفاق السياسي الآن ملك الليبيين. الاتفاق السياسي أجازة من خلال مواده. إذا كان في تعديل في الإعلان الدستوري يتكون بموافقة مجلس النواب ومجلس الدولة. مجلس النواب ومجلس الدولة عليهم استحقاقات من خلال إجراءات معينة يجب أن يطبقوها، وإحنا الآن عندنا مجلس نواب لم يطبق هذه ولم ينجز هذه الاستحقاقات، من ضمنها تعديل الإعلان الدستوري وتطبيق المادة 16 و17. هذه أعتبرها أنا أنها مناورة تمس هذا الاتفاق، مناورة تمس لتعديل بنود هذا الاتفاق، وهذا غير، لا أعتقد أن هناك أحد يملك أن يعدل هذا الاتفاق، سواء لجنة حوار أو مجلس رئاسي أو برلمان منفردا أو مجلس الدولة منفردا إلا من خلال آلية. وأيضا هذا لما يعدل هذا الاتفاق ولا يمس هذا الاتفاق، هناك أطراف عديدة سوف تطالب بحقوقها. مثلا الآن من ضمن هذا الاقتراح أن في هذا المجلس وجود السيد فتحي المجبري وعلي القطراني يستبدل بعقيلة صالح وحفتر. ربما هناك أصوات أخرى وبدأت تنادي أن يكون هناك وجود لأشخاص آخرين، مثلا السيد نوري بوسهمين. بالتأكيد أن هناك أشخاص بدأت تطالب بوجود السيد نوري بوسهمين، وهناك أشخاص تطالب بوجود السيد صلاح بادي، وهناك أشخاص تطالب بأن تكون دار الإفتاء ممثلة في هذا المجلس، لأنهم هؤلاء كلهم يمثلون أطراف صراع. إذا ما تم فتح تعديل هذا الاتفاق أو فتح بنوده، فأنا أعتبرها نهاية لهذا الاتفاق، وأعتقد أن بداية 2014 لما بدأنا في الحوار 2014 الوضع كان يختلف على ما هو عليه الآن. هناك الآن قوة لها وجود قوي جدا سوف تكون مطالبتها بأن تكون لها الحصة الأكبر في أي اتفاق سياسي قادم، وأي اتفاق سياسي قادم أعتبره أنا سوف يدخل ليبيا في الفوضى ويعيدنا المربع الأول، ربما أسوأ حتى من المربع الأول. طيب. علينا القبول بهذا الاتفاق الذي يضمن الحد الأدنى لعودة الدولة ومؤسساتها، وهو ليس اتفاق مثالي ولكنه منصف لكل الليبيين. لم يخصص الجيش والقوات المسلحة لا نستطيع اختزالها في مدينة أو في منطقة
أو في قرية أو في قبيلة. الجيش هو ملك لكل الليبيين، من حق الليبيين أن يكونوا لديهم أبناء في هذا الجيش، ولا يمكن أن نصبغه بصبغة جهوية أو صبغة مدنية أو صبغة شخصية. جيش يكون تحت القيادة والحكومة المدنية. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما اليوم. ولمناقشة هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد صلاح البكوش المحلل السياسي، وسوف يكون معي كذلك عبر السكايب الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي. وننوه أن هذه الكلمة كانت للسيد فتحي باش آغا. هنا بداية لو أبدأ معك سيد صلاح، هناك اجتماعات سرية بين أطراف عسكرية ليبية اجتمعت في تونس برعاية أمريكية، هناك شخصيات عسكرية ومدنية، أو بالأحرى شخصيات عسكرية، هناك محسوب على تيار الكرامة، هناك محسوب على تيار الثورة. هذه الاجتماعات تمخضت بمقترح الخماسية لقيادة الأعلى للجيش الليبي. هذا المقترح الذي قدمه السيد علي القطراني وهو مصادم تماما للاتفاق السياسي وجوهر الاتفاق السياسي، هل فعلا سوف تستجيب هذه الأطراف لهذا المقترح، أم أنه فعلا هو مقترح مقدم لعرقلة العملية السياسية في ليبيا؟ هو بكل تأكيد مقترح مقدم لعرقلة العملية السياسية، ومقترح لإعطاء دفعة جديدة لمشروع حفتر السياسي الذي بدأ يتعثر أخيرا. وعلى هذا الأساس أي تعديل في ما يسمى بالقيادة العليا للقوات المسلحة الليبية، هذا يتطلب تعديلا في الاتفاق السياسي. هناك آليات داخل الاتفاق السياسي لتعديل ما نريد تعديله في الاتفاق السياسي، ولكن هذا يمر عبر مجلس الدولة ومجلس النواب، ولا يمكن أن نعطي فرصة لهذه الأطراف المعارقلة أن تخرج خارج الاتفاق السياسي قبل أن توافق عليه وتلتزم بآلياته. سوف نناقش النقاط التفصيلية في هذا المقترح، ولكن هناك بعد آخر سيد صلاح أريد أن تسلط الضوء عليه، بأن هذا المقترح مقدم من أو تحت رعاية أو غطاء أمريكي. هذه الأطراف وكذلك الاجتماع من ضمن أو بعض المعلومات التي رشحت الأسماء التي كانت حاضرة هذا الاجتماع، العقيد سالم إشحاء من مصراتة، هنا البعد الجهوي أو المناطقي مركز بشكل واضح، والعميد عون الفرجاني من المرج، وكذلك العقيد محمد موسى آمر درع الوسطى، وكذلك عسكريين من الزنتان تحت شعار توحيد الجيش الليبي. هنا نريد المسار أو الدعم الأمريكي المقدم إلى هذه الأطراف. أمريكا تلعب على من؟ وأعتقد أنه يجب الناس قبل الناس على أمريكا تلعب على من؟ نريد أن نسأل هؤلاء العسكريين يلعبون على من؟ هؤلاء العسكريين يجب أن يلتزموا بثكناتهم وبعملهم العسكري، ويجب أن يعترفوا بأن القيادة السياسية هي التي تقرر. نحن لا نريد دولة كدولة تركيا في الثمانينات عندما كان العسكر يغيرون الحكومات أمتى أرادوا. العسكريين يعرفون أن داخل المهنة العسكرية ليس هناك ديمقراطية، ليس بالتصويت، واختيار القيادة العسكرية ليس بالتصويت بين العسكريين. نحن مش قاعدين في لجنة شعبية، مناش قاعدين في تصعيد. وعلى هذا الأساس من هو سالم إشحاء، ومن هو عون، ومن هو موسى؟ سوف أعود إليك سيد صلاح. دكتور محمد فؤاد، لعلك سمعت ما قال سيد صلاح تعويلا على هذا الكلام الذي أشار إليه ضيفي. نريد أن نعرف تلك القوى العسكرية التي لابد أن تتوحد في مؤسسة الجيش الليبي. هنا الجميع في حالة بلبلة، في حالة إرباك، يبدو أن المشهد والصورة غير واضحة، سواء كان من الأطراف المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي تتدخل وتساعد في تشكيل الحالة السياسية والعسكرية في ليبيا. أطراف تقول قيادة الجيش وفقا للاتفاق السياسي، أطراف تقول أن قوات الجيش برئاسة خليفة حفتر ومجلس النواب هي القوة أو هي المؤسسة العسكرية الشرعية الموجودة في ليبيا.
هذه التناقضات وهذه التناحرات وهذا المشهد المتلبد كيف يمكن أن نخرج منه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هو أولا في الحقيقة قبل أن أجيب على سؤالك ما ذكرته حضرتك حول اللقاء هذا اللي جمع بعض العسكريين، هو هذا تسريب من أحد الصحف التابعة للكرامة، يعني هو شيء غير ثابت. الشيء الثابت هو أن هناك مقترح مصري قدمه القطراني تتحدث عن تشكيل هذا المجلس العسكري، أما أن هناك لقاء حقيقي قال أدري لا أستطيع أن المشكلة الآن لدينا هو ليس هنا نقطتي ليس هو اللقاء، هناك بعض التسريبات التي تشير إلى تلك اللقاءات السرية والمغلقة برعاية أمريكية، ولكن نريد هنا أن نريد أن نوضح هذا التناحر حول شرعية المؤسسة العسكرية ومن يبني المؤسسة العسكرية، وهل هذه الأسماء المرشحة الآن هي فعلا قادرة على إنشاء مؤسسة عسكرية تضم جميع الفصائل والكتائب المسلحة أم لا؟ لا لا، هي في نقطة قبل هذا، يعني لازم ناخذ النقاط شوية. النقطة الأولى أن هناك حملة إعلامية تواصل تصريح القيادة العسكرية، يعني ماذا ذكرت حضرتك الآن حول هذه التدريبات، هذه التدريبات هي جزء من الحملة الإعلامية للتمويل لهذا المشروع، فيجب أن لا نخدع بهذه التدريبات وأخذنا على أساس أن الحقائق وحقائق. اللي حصل لازم نتأكد أولا أن المشروع يبدو سيد محمد للأسف يبدو أن هناك تشويش في الخط، سوف أعود إليك ريثما يتم إصلاح من هذه النقطة. يبدو تكلم السيد محمد أن هذه تسريبات وأن ربما لا نستطيع أن نعول عليها في القراءة التحليلية لما يجري من أحداث، ولكن هذا المؤسسة العسكرية أمريكا تدفع تشكيل حول تشكيل قوة أو مؤسسة عسكرية تجمع جميع الفصائل والكتائب المسلحة وأن تنضوي تحتها، وأن ليبيا لا يمكن حسب تصريح كوبلر أن ليبيا لن توحد تحت عدة جيوش، هذا التنازع كيف يمكن أن نفكوه؟ لا لا، شوف أنا أعتقد أن لا أحد يختلف حول حقيقة أن لكي نكون دولة علينا أن نكون جيش، وجيش موحد بالطبع وليست عدة جيوش. الاختلاف ليس هنا، الاختلاف هو حول قيادة هذا الجيش وطبيعة وعقيدة هذا الجيش. حفتر يريد أن يخلق احتكار كامل للمؤسسة الأمنية والعسكرية، يريد أن يختزلها في نفسه ويريد أن يحتكر اتخاذ القرار فيها. هذه هي المشكلة، وهذه المشكلة لا يمكن أن نرضى أن نسمح لحفتر بالقيام بذلك، لأن ذلك يعني فشل مشروع قيام دولة مدنية ديمقراطية. على حفتر أن يعترف بأن السلطة السياسية تقود المؤسسة العسكرية، أما أن تأخذ المؤسسة العسكرية جسم مستقل تماماً تفعل ما تريد ومستقلة تماما على القيادة السياسية، هذا ما لا يمكن أن نسمح به، وهذا يعتبر يعني ضربة في العمق لثورة 17 فبراير ومشروع الثورة الدولة المدنية. هناك تصريح لخليفة حفتر يقول أننا نحن في مرحلة انتقالية حرجة، وسوف يلعب الجيش دورا أساسيا في حماية المسار الديمقراطي. أليس هذا ما قاله خليفة حفتر عندما قام بانقلاب هو ومعمر القذافي في 69، واضطرنا إلى دفع آلاف من الشهداء لكي نزيل تلك الطغمة العسكرية المستبدة بعد 40 عاما؟ العالم العربي يعرف قصة العسكريين وأن هذه مرحلة حاسمة ومرحلة حرجة وما إلى ذلك. ما علينا لأن نتذكر ما قاله السيسي عندما قام بانقلابه وقال أنا لا أريد أن أكون سياسيا ولا أريد أن أكون رئيس جمهورية، وبعدين قالوا شنو يا سيسي كمل جميلك وأصبحنا توا السيد السيسي رئيس الجمهورية وسيبقى رئيس الجمهورية لمدة 3-4 فترات. فعلى هذا الأساس يجب أن لا نصدق ما يقوله خليفة حفتر
ولا ما يقوله بعض العسكريين الذين يدعمونه. نحن يجب أن نصر على أن هناك اتفاق سياسي، والاتفاق السياسي مبني على أحسن ممارسات في الدول الديمقراطية الناشئة، وهي تحكم القيادة السياسية في المؤسسة العسكرية. هنا لعل ننظر للحالة السياسية والمشهد السياسي، وكذلك تعامل بعض الدول سواء كانت إقليمية أو دولية مع شخصية خليفة حفتر، أن خليفة حفتر لديه ذراع سياسي، لديه شرعية سياسية ممثلة في مجلس النواب. هنا نريد أن نعرف أن كيف يمكن أن تتعامل لجنة الحوار السياسي مع مجلس النواب وما يقوم به مجلس النواب والمباركات للخطوات العسكرية التي يقوم بها خليفة حفتر. هناك تهليل، هناك مباركات لكل خطوة عسكرية، سواء كان من ضرب بؤر الإرهاب تحت بعض المسميات ومواجهة التنظيمات الإرهابية. سوف أعود إليك وأجمع أسمع منك الإجابة، لكن أنتقل مع الدكتور محمد فؤاد. هنا دكتور محمد أريد صياغة السؤال بطريقة أخرى. نعم، خليفة حفتر يقال أنه لديه ضوء أخضر سياسي من قبل مجلس النواب. هنا يبدو أن مجلس النواب يبارك كل خطوة عسكرية يقوم بها خليفة حفتر، ولذا هناك إشكالية. كيف نفهم تصريحات مثلا مبعوث الأمم المتحدة كوبلر حينما يقول لابد أن يكون هناك دور لخليفة حفتر، ولم يوضح أو يضع تفاصيل ويرسم تفاصيل هذا الدور، ولكنه أشار بشكل واضح على أن هذه الشخصية الجدلية العسكرية لابد أن يكون لها دور؟ هو أنا حنخش في المشكلة من الأول، يعني بدل نناقش المواضيع الجانبية ندخل في المشكلة الحقيقية. المشكلة الآن لدينا مقاطعة في ليبيا أو إقليم في ليبيا يسمى برقة. هذا الإقليم يعتبر السيد حفتر قائدا عاما له، أو القائد أو خليفة معمر قداسي، وهذه هي المشكلة الحقيقية. إذا أردنا أن نحافظ على ليبيا موحدة، المشكلة اللي عندنا ما يواجهنا هو ما يفعله أهالي برقة أو المتحدثين باسم برقة بتمسكهم بالسيد حفتر. في الحقيقة احنا المفروض نخرجوا من هذا الموضوع. الموضوع ليس ديمقراطية ولا مجلس النواب. الأسهل علينا والأفضل في الأخوة في برقة إنهم يبايعوا السيد حفتر، يا إما أمير على برقة أو ملك على برقة أو قائد على برقة، ويعطوه كما يقولوا صفقة أيديهم، وبعدين احنا نقدروا إقليم طرابلس وإقليم فزان يستطيعون التفاوض مع إقليم برقة أو مع حفتر، وننهي هذه المشكلة. لأن المشكلة الآن هي هذه بكل بساطة. هنا دكتور محمد، الموجودين هناك يريدون حفتر. دكتور محمد، هنا الموضوع، هنا هنا الدور الإقليمي، الدور الإقليمي والدولي له كما يقال الحسم، أو له دور التأثير الأكبر، أو له التأثير الأكبر في التأثير على مجريات الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية في ليبيا. فرنسا تقول بكل صراحة ووضوح حفتر هو ضمانة حقيقية لمواجهة الإرهابيين. يعني بقاء هذه الشخصية التي ربما تسعى إلى تقسيم البلاد دعم دولي. لا هو حفتر لا يريد قسمة البلاد، حفتر يريد أن يحكم ليبيا ككل. حفتر يريد أن يكون خليفة معمر القذافي. الموضوع يعني لا اعتقد ان اقليم طرابلس الناس، يعني خلينا نتكلم زي ما قلت بكل صراحه، الناس الان تعبانه، طوابير المصارف، المواضيع الامنيه، المواضيع السياسيه، الناس مش لاقيه سيوله، واحنا قاعدين ننتظر في الاخوه في برقه انهم يقرروا مصيرنا وانهم يخشوا معنا في اتفاق سياسي. الاهل الغرب قاموا بكل ما عليهم من تنازلات حتى يتم تنفيذ هذا الاتفاق والموافقه على هذا الاتفاق، والكل يعلم ان هناك معارضين اقوياء في الغرب الليبي لهذا الاتفاق، اولهم دار الافتاء وثانيهم رئاسه المؤتمر السابق وثالثهم حكومه الانقاذ، ورغم ذلك تم تجاوز هذه المعارضه حتى نخرج من هذه الازمه. للاسف الشديد ما نشاهده الان ان اهالي اقليم برقه او المسيطرين، الكلمه الصحيحه المفروض تكون المسيطرين على اقليم برقه، ما زالوا يساومون ويبتزوننا، سواء اللي هم معنا في الاتفاق زي الخضران وغيرها ما زال يبتزون وياخذ الفلوس باش يفتح النفط واليوم النفط 19، او المعارضين لنا في الاتفاق واللي قاعدين متمسكين بالسيد حفتر. اعتقد الان جاء الوقت للغرب الليبي ان يقول كفى، اما ان نكون دوله واحده ديمقراطيه مدنيه بعيدا عن التمسك عن باي فرد، واما فليقرر اهل برقه مصيرهم ويفصوا على ليبيا ويريحونه. اما مش معقول ان نقعد ننتظر سنتين في مفاوضات، وبعد سنتين من المفاوضات يقولوا لا والله احنا مش حنخش لهذا الاتفاق لان توافقنا على حفتر قائد عام وقائد اعلى للجيش. والكل يعلم ان حفتر هو ضابط
حليف القذافي انقلاب سنة 69، وهو أيضا انقلب على المؤتمر الوطني السلطة الشرعية الوحيدة، وهو أيضا مطالب عند النائب العام بسبب هذه المحاولة الانقلابية. فأعتقد أن احنا بدنا ندور على الموضوع ونتكلموا عن المفاوضات والديمقراطية ومجلس النواب ومجلس الدولة وهذا كل هذا الكلام. أعتقد أن مجلس الدولة في الغرب الليبي موجود، هناك بلديات منتخبة موجودة، هناك الأعضاء المقاطعين في مجلس النواب موجودين، ومن أراد أن ينضم ويجب على أهل برقة أن يقرروا مصيرهم، يا إما أن يكونوا جزء بدولة واحدة تسمى ليبيا، وإما فلتثير طرابلس وفزان في دولة ليبيا إلى الأمام، ولما هم يقرروا هناك مشكلة، هناك مشكلة سياسية وهناك مشكلة جغرافية لأهل برقة، لأن أهل برقة هناك بعض المناطق خارج سيطرة عملية الكرامة أو مجلس النواب. درنا مثال على ذلك، جزء كبير من مدينة بنغازي مثال على ذلك، كذلك جنوب برقة. هل كيف يمكن، لأن أهل برقة يبدو أنهم غير موحدون في الذهاب نحو تقسيم البلاد؟ هو في الحقيقة برقة الآن يسيطر عليها مجموعة من السفهاء. للأسف الشديد عقلاء برقة صامتون يتفرجوا على السفهاء وما يفعلون ذلك. كما قلت لك الناس يعني في ناس تحملت المسؤولية. الكل لا يريد أن يرى ليبيا تنقسم. الكل يريد ليبيا موحدة. لكن هناك أناس تحملوا
وفقا لهذا الاتفاق المنشئ لهذه الأجسام. ويقضي الاتفاق السياسي بأن القائد الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي ممثلا في أعضائه مجتمعين، حيث نصت المادة الثامنة من الاتفاق السياسي والواردة في الأحكام الإضافية على أن تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع هذا الاتفاق، ويتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغل هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. هنا السيد صلاح، التشبث بهذه الشخصيات الجدلية التي يبدو أنها هي بدون شك التي تعرقل الاتفاق السياسي وكذلك انتقال الديمقراطي وانتقال السلس للعملية الديمقراطية في ليبيا، هنا لابد أن يجتمع مجلس النواب مع مجلس الدولة. هذه فرض هذا المقترح هو مخالف تماما لبنود الاتفاق السياسي. كيف تتعامل، كيف يمكن أن تتعامل أطراف الحوار أو أعضاء لجنة الحوار مع هذا المقترح؟ أولا ليس هناك شيء اسمه لجنة الحوار، أما ما يسمى بأطراف الحوار والتي انعقدت جلساتهم في تونس الأسبوع الماضي هذا ليس من اختصاصهم البتة. اختصاصهم الوحيد حسب الاتفاق السياسي هو النظر فيما يعتقد أنه خرق جسيم للاتفاق السياسي، والنظر يأتي بعد أن يقدم أحد طرفي الاتفاق مجلس الدولة أو مجلس النواب تقريرا بذلك، ويقول هناك خرق جسيم من الطرف الآخر ينظر فيه الحوار السياسي. فهذه أيضا، هذه المحاولة هي أيضا محاولة لتخريب الاتفاق السياسي، كما هو الحال بهذه الاجتماعات الغير ذات قيمة التي تعقد في تونس باسم الحوار السياسي. ما هنا المقترح، هنا دعني وضح نقطة معينة أريد أن تشرحها لي. هنا هذا المقترح سوف يقدم إلى لجنة الحوار السياسي، هذه اللجنة هذا المقترح لن يقدم ولن ينجح إلا إذا تم فتح وتعديل الاتفاق السياسي، وهذا من اختصاص مجلس الدولة ومجلس النواب فقط، لأن الاتفاق السياسي أصبح جزءا من الإعلان الدستوري ولا يمكن تغيير أي شيء في الإعلان الدستوري إلا بتوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب. أنا أعتقد وللأسف الشديد الآن اللي هو أن الآن في برقة أصبح ينطبق المثل بعد السيف علق منجل، أن بعد حسين مازق وحامد العبيدي والكزة وما إلى ذلك الآن أصبح القطراني يمثل برقة للأسف الشديد. وعلى هذا الأساس يجب أن نرفض هذا، يجب أن نرفض المؤسسة العسكرية القديمة. لا يمكن أن نقبل بعسكرة الدولة كما قال السيد الكوني، وإذا حاولوا تبرير هذا الاتفاق أعتقد أن علينا أن نسقط الاتفاق برمته وأن نفض هذه الشراكة. وعلى هذا الأساس ينفض المجلس الرئاسي وتنفض حكومة الوفاق ونعود إلى المربع الأول. لا يمكن أن نعود المربع الأول من جديد. نعم، لا يمكن العودة إلى المربع الأول أفضل من هذا، ولكن هذا ما يريده حفتر، لأن حفتر والمصريين والإماراتيين يريدون أن تكون ليبيا في هذه الحالة إلى ما شاء الله، حتى يمكن لحفتر استغلال الموقف في ليبيا لمصالحه الشخصية. سيد معي الآن عبر الهاتف السيد فوزي الحداد. سيد فوزي، لماذا الإصرار على عسكرة الدولة؟ لماذا الإصرار على شخصية جدلية؟ الجميع يقول لابد أن نختار وجوها جديدة، سياسة جديدة، خط سياسي جديد، لابد من هيكلة المؤسسة العسكرية بوجوه جديدة وبسياسة جديدة مختلفة عن السابقة التي أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه اليوم. كيف يمكن لتلك الأطراف وكيف يمكن للمؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المدنية والشخصيات المعنية بأن تنهض ليبيا من كبوتها التي هي عليها؟ مساء خير ومساء المشاهدين الكرام بألف
كل عام وانتم بخير. أسأل نور بك. القضية ليست بهذه البساطة ربما التي نطرحها الآن، خاصة فيما يتعلق بالمعسكر الأمنية والعسكرية في ليبيا. خاصة بعد الثورة لم تكن هناك مؤسسة عسكرية منضبطة أعلم الجميع، وبالتالي انتشرت كثير من المعوقات أمام تكوين أي مؤسسة عسكرية فاعلة أيضا لأسباب عديدة. أهمها حاليا في الوقت الحالي انتشار الإرهاب في أماكن كثيرة من البلد، انتشار العصابات اللي وضعت لها موضع قدم حتى في المدن ليس فقط في الصحراء الجنوبية. أيضا أصبح السلاح ليس في يد مؤسسة عسكرية وإنما في يد كتائب وميليشيات وجماعات مسلحة جميعها أو جلها يدعي الشرعية ويدعي الانتساب إلى وزارتين الداخلية والدفاع، وفي الحقيقة هي هذه الجماعات تسير وفق أهوائها. هذا أمر معروف ولا ينبغي أن نتجاوزه. فيما يتعلق بالشخصيات الجدلية التي ذكرتها في سؤالك، أعتقد أن كل الشخصيات الموجودة على الساحة الآن يمكن أن توصف بالجدلية في الشرق وفي الغرب. نحن كمواطنون نحتاج بالفعل إلى أناس يرضى عنهم جميع الناس في ليبيا، ولا أمر متعثر الآن لأننا متصدرين للمشهد في كل مكان من ليبيا. الآن كلهم باتوا بالنسبة لنا كمواطنين شخصيات جدلية وغير فيها، وهم سبب الأزمة ببدءا من جميع الجماعات، بدءا من جماعات الإسلام السياسي، الإخوة المسلمين والمقاتلة وغيرهم. كل هؤلاء ساهموا في تهزيم الوضع السياسي الأزمة الليبية الحالية، وسواء العسكرية أو حتى السياسية، والأزمة ما زالت مستمرة بفضل هذه التجاذبات. كل شخص من الآن الأمور في حين الوطن يفترض يكون بعيد عن الشخصنا. لماذا نذكر حفتر دائما؟ لماذا نذكر فلان دائما؟ الأمور والوطن لا يبنى بمثل هذه الأمور. إذا تحدثتم عن التدخلات الإقليمية، تذكرون حسب ما سمعت من الإمارات ومصر فقط، لماذا تذكرون قطر وتذكرون تركيا وهي أيضا عوامل مؤثرة جدا في جماعات كثيرة في الأزمة الليبية؟ لن تحل بسهولة. لماذا؟ لأن الدول الإقليمية والمجتمع الدولي متدخل فيها بقوة، لأن معظم السياسيين اللي موجودين على الساحة الآن المؤثرين يرتبطون بعلاقات تشبه العمالة مع معظم الدول، يشاورونها في كل شيء. يا أخي لو اجتمع الليبيون على كلمة سواء بدون هؤلاء هذه التدخلات كلها، أعتقد أنهم سيجدون حلولا تنفع الدولة وتوحد البلد مهدد بالانقسام كما هو مهدد الآن وكما هو حاصل الآن. البلد شبه منقسمة الآن، والمواطن يعاني وكل يوم يعاني، والمسؤولين في وادي آخر يتحكمون في الاجتماعات، يتكلمون، يسكنون في أفخم الفنادق، ولا يهمهم وضع المواطن ولا حتى البلد. الخزير ينزل كل يوم وليبيا مقبل على إفلاس. أنا أعتقد أنه ما لم تتحلى جمعية أطراف بالمسؤولية الوطنية الحقيقية فلن نصل إلى أي وفاق يجمع الليبيين. نحن دعمنا الوفاق كمشروع لأنه الحل الوحيد المتاح حاليا الذي يمكن أن يجمع جميع الأطراف المتشبثة بالسلطة في ما يشبه اقتسام للسلطة فيما بينهم كحل انتقالي فترة زمنية ما نجري انتخابات برلمانية ورئاسية ويذهب وليفز من يفز فيها فنحن معه. قبلنا بهذه الوجوه السياسية الموجودة في كل مكان واللي تعتبر بالنسبة لنا كلها شخصيات جدلية وغير مرغوب فيها. هذا هو ما أرى. الآن نحن أمام فرصة لإنعاش مشروع الوفاق الوطني. الآن نحن أمام فرصة حقيقية لتوحيد المؤسسة العسكرية في المقترح الخماسي رغم ما فيه من مثالب، لأنه ليس هذا المقترح ليس مثاليا ولكنه إلى حد ما عادل، لأن فيه حد أدنى من التوافق. إذا أدى هذا المقترح لتوحيد المؤسسة العسكرية فلماذا نرفضه؟ هذا هو السؤال. ومن يرفض هذا المقترح دعه يقول لنا بديل منطقي يوحد السلاح كله في مجلس واحد أو في يد الدولة. من سيعيد هذا السلاح اللي بيد عشرات الكتائب المسلحة في البلد؟ من الذي سيعيده يكون ابقى معي دكتور سيد فوزي، ابقى معي من نوع ما ولو كان وفاق الأدنى مثل هذا الوفاق. نعم وضحت الفكرة فوزي الحداد، ممكن أن تعلق على كلام سيد صلاح. نعم شوف، أولا أنا أريد أن أعترض على قصة شخصيات جدلية. أنا لا أدري من أين أتى الليبيون بهذا المفهوم الشخصيات الجدلية. ما معنى جدلية؟ الجدلية معناها شخص اتخذ موقفا ولهذا يكون في هناك جدال حول مواقفه. دونالد ترامب شخص جدلي،
50% من الأمريكان يقولوا كويس و 50% يقولوا لا، معناها نطلعوه من الصحة. نفس الشيء منين يجيبوا فيها الليبيين كلمة الشخصيات الجدلية يجب أن نبعدها؟ يعني نجيبوا واحد ما عندهش موقف بك، ما فيش أي جدال حوله، وين نلقوه هذا؟ ما هو جبنا السراج شخص غير جدلي، ما في حد معترض على السراج، وتوه كله تسب فيه. فخلونا من الكلام اللي ماليش أي معنى. القضية الثانية بناء جيش. سيد ضيفك الكريم الذي كان يتكلم الآن سيد الحداد، بناء جيش، وهذا كان يعني بتبني جيش برئاسة فيها خمس روس، ما كيف هذه؟ كيف تبي تندار؟ وبعدين ما اللي هادو اللي بيسلبون سلاحهم؟ ثوار بنغازي وثوار سوق الجمعة وثوار تجورة وثوار الزاوية وثوار مصراتة وثوار الجنوب وثوار الجبل، يبي يسلموا سلاحهم لحفتر وعقيلة صالح؟ منين هذا؟ يعني يعني تو لما تنظر لهذا عبارة عن مقترح مش لتشكيل قيادة جيش، مقترح لإضافة عقيلة صالح وحفتر للمجلس الرئاسي، هذا هو المقترح. ويبوا يسربوه، يا سيدي حفتر عد يدير جيشك، وكيف ما قال السيد محمد فؤاد أنا كبادي، أنت مدير حاكم عسكري لبرقة وطيرت العمداء المنتخبين وحطيت مكانهم عسكريين، هذا ما ننتظره من حفتر وعقيلة صالح في هذه. ما نبوش عد يدير جيشك وعد يستقل ببرقة وعد يديره اللي بديره. أما أنا باش نجي نقدر نقبل في اقتراحات من واحد كيف علي القطراني؟ علي القطراني هذا الجاهل، المصيبة الكبرى على المجلس الدولة الذي لا يستطيع أن يقول كلمتين قبل أن يعبر عن حبه الكبير لحفتر. خليه يمشي قبل زوه حفتر، وخلي عقيلة صالح يمشي له. عقيلة صالح نبي نحطه على رأس جيش، ومش قادر ينادي رئيس الجيش متاعه باش يجي لي طبرق يقدم تقرير، يمشي له هو في المقر متاعه، ورئيس الوزراء يمشي له هو في المقر. وتبينا نحطوه على ليبيا كلها؟ لا يا سيدي، ما تقدموش، وان شاء الله تضطربك كلها. يلا عدوا. سيدنا محمد، دكتور محمد فؤاد، سمعت السجال الذي جرى بين سيد فوزي الحداد وصلاح البكوش، هل من تعليق؟ لا، هو طبعا في بعض الناس يحاولوا استخدام كلمات معسوله للخداع، يعني يقول لك والله ايش المشكله عشان نخشوا حفتر، يعني نكذب على نفسنا. المشكله هي حفتر. المشكله الان ان الشرق او سفهاء الموجودين في برقه، لان مش كل اهل برقه، المجموعه من السفهاء المتحكمه في المشهد في برقه تريد حفتر. طيب اذا علاش قمنا بالثوره؟ انظر، كان معمر افضل بكثير، على الاقل معمر كان يحكم في ليبيا كلها، وليها 40 سنة يحكم فينا، نعرفوه ويعرفنا. علاش نقوم بالثورة ونموتوا حوالي 20 ألف شاب إلى اليوم باش نجيبوا حفتر؟ وخلينا معمر خير وأفضل أفضل وأحسن. هذا يعني كلام ضحك على الدخول. عندنا اللي هو ضيفك يتساءل عن البديل، البديل موجود. هناك اتفاق سياسي وافقت عليه جميع الأطراف. هذا هو البديل، الاتفاق السياسي يحدد القيادة العليا للجيش. المفروض ان المجلس الرئاسي يعين قائد للاركان، وقانون المؤسسه العسكريه المفروض انه يناقشه البرلمان ومجلس الدوله كما هي نصوص الاتفاق السياسي. هذا هو الاتفاق السياسي الذي وافقنا عليه. اذا كان يرى ان هذا الاتفاق السياسي فاشل ولا يمكن ان يوحد الجيش، ضيفك الكريم، خلاص نلغي الاتفاق السياسي ونبدا من اول وجديد، ونبدا نناقشه من اول وجديد. كما قلت في الاول، فيه مجموعه في طرابلس كانت رافضة هذا الاتفاق السياسي، وهذه المجموعة ليست بالمجموعة البسيطة، على رأسها دار الإفتاء كما يعلم الجميع، والسيد نوري بوتهمين رئيس المؤتمر الوطني السابق، وحكومة السيد الغوير، وغيرهم كثير، يعني عدد كثير من الثوار غير راضين على الاتفاق، بل نحن يعني نفسي مؤيد الاتفاق ونتكرر عليه. إذا كان هذا الاتفاق ما يعجبهمش، إذا نفكوا الاتفاق ونفاوضوا من جديد، ونقعدوا ننتظروا أربع خمس سنوات ثانية لين نحصلوا اتفاق جديد، وبعدين واحد من الاطراف يطلع والله مش عاجبه الاتفاق، ونعاود من جديد، ومش مشكله الناس يتحملوا. نقعدوا واقفين في طوابير المصارف، نقعدوا من غير امن، نقعدوا من غير مطارات، نقعدوا من غير مستشفيات، شنو المشكله؟ يعني ما دام اعضاء مجلس النواب ياخذوا 16000 تعديل
جيد. والسيد حق الوجود في بكل أريحية يحكم من مدينة المرج، يحكم في كل برقة، ينتظر الليبيين شيء المهم، يعني مش مهمين الليبيين نعم. أصلا الشعب الليبي مش مهم على رأي جيد. هؤلاء الأشخاص. سيد فوز الحداد، لماذا حالة الإنكار؟ لماذا نكذب على أنفسنا؟ الشخصية شخصية حفتر هي شخصية جدلية ويبدو أنه فعلا المشكلة في هذه الشخصية. لا يا سيدي، المشكلة في هذه الشخصية، المشكلة في الشخصيات كلها إذا جاز لنا التعبير هذا أول. ثانيا، إذا ما أردنا أن نبني وفاق حقيقي أو أن نبني وطنا حقيقيا، فلا ينبغي أن نتيح خطاب عشائي متوتر الذي استمعته من بعض الآن. ليس معقولا يعني أتتكلم في التلفزيون وتسب على الهواء مهما كان من تسبه، لكن هذا لا يليق. إذا أردنا فعلا أن نبني هذا الوطن وأن نتجاوز الخصوم والاختلافات السياسية، فلا ينبغي أن يكون هذا الخطاب المتدني هو الممجوج هو السائد في قنواتنا، هذا أولا. ثانيا، الحديث كله عن السيد الفريق حفتر أنا لا أدافع عنه الحقيقة، لكن بغض النظر عن كل شيء، هذا الرجل مكلف من الجهة التشريعية المعترف اللي هي البرلمان الليبي، ولا أحد ينكر أن البرلمان هو الوريث الشرعي للمؤتمر الوطني الذي انقلب على السلطة ورفض أن يسلمها، وهو سبب المشكلة أساسية. دعنا من الماضي سيد فوزي، دعنا من الماضي سيد فوزي، أريد نقطة نعم. أريد نقطة تحديد، هناك نقطة أريد أن توضحها لي سيد فوزي. دعنا من الماضي، نريد أن نفهم كيف يمكن أن تكون هناك قيادة من خمسة رؤوس في مؤسسة الجيش، كيف يمكن؟ أنا أيضا أتساءل عن هذا السؤال، وفي مداخلتي السابقة قلت إذا كان هذا المجلس الخماسي الرؤوس سوف يساهم في جمع السلاح تحت هذا المجلس تحت هذه الراية، فإن هذا شيء جيد، لأن السلاح الآن منتشر في كتائب وميليشيات وفي كل مكان، خاصة مما يدعون أنهم ثوار، مع أن وقت الثورة انتهى. أنت قلت أن هذا الجيش الدولة. موحد، فكيف يمكن أن موحد وهو مقسم؟ لم أقل أنه موحد، نحن نريد سيوحد، أنت قلت سوف يوحد، سوف يوحد، نعم. سوف يوحد إذا كان هذا المجلس، إذا كان، شوف كلامي كويس، إذا كان هذا المجلس سيوحد القدرات العسكرية في الشرق وفي الغرب، فلما لا؟ لما لا؟ إذا كان سيوحد ويجعل السلاح كله في يد واحدة هو هذا المجلس، فلماذا نرفضه؟ الآن السلاح في يد جماعات ومجالس كثيرة جدا، في يد قادة سياسيين وقادة يريد حرب. سيد صلاح البكوش يريد أن يناقشك في هذه النقطة تحديدا. يا سيدي، الأمور واضحة، من سيسلم سلاحه لشخصية كحفتر؟ لنرى ما الذي قام به أخيرا بعد أن قال لنا على مدى سنتين أن بنغازي على وشك التحرير، وأن خلال أسبوعين وخلال أسبوعين، ومن ثم قال لنا خلاص ما زال في جيوب بس، ما دام جيوب بس، شو اللي زرك على تعيين حاكم عسكري؟ وش اللي زرك على إقالة ناس منتخبين؟ مش مجلس النواب اللي عينه يرتكز دائما نحن جابنا الصندوق؟ بيه هذا جابه من الصندوق، يجي حاكم عسكري حاطة حفتر ويقول لهم يلا بطلتكم بنحط ناس عسكريين. وبعدين شنو صار يا سيدي؟ جاء المجلس الرئاسي وقال باش نردوا السيد حفتر ونردوا الكرامة، حطينا السيد المهدي ببرغتي وزير الدفاع. خلي سيد فوزي يرد عليك. سيد غراجك كمل هذه بس، قال ان نحطوا السيد المهدي ببرغتي وزير دفاع، قائد كتيب الدبابات في الكرامة. ليس دائما الوقت، خلي سيد فوزي يرد ولك الرد. شنو دار السيد حفتر في البرغتي؟ إذا ما حتحدثنا بهذه الصيغة، شن دار فلان وشن دار علان في طرابلس، شن داروا اللي مسكين السلاح وموزعين على هذه الميليشيات غير الرعب في العاصمة وفي كل مكان في الغرب الليبي؟ ما قالوش نبوا نقعدوا في مجلس عسكري، ما قالوش نبوا نقعدوا في مجلس عسكري. تكلمنا على هذا الأمر لنتكلم عن الجميع. ليبيا الآن تعاني انفلاتا أمنيا حقيقيا، وبالأسف ضيوفك يدعموا في هذا الانفلات الحقيقي في العاصمة وفي غيرها. من الذي آخر معركة بنغازي؟ هو الدعم الذي يوصل من غرب البلاد إلى الجماعات المتطرفة الإرهابية في بنغازي، ولا يزال يصل إلى حد اليوم، هو هذا السبب في تأخير معارك بنغازي. لنكن واضحين
في هذه النقطة. فيما يتعلق بتسليم السلاح إلى حفتر، لم يقل أحد أن للأسف نعم وضحت الفكرة، وضحت الفكرة سيد فوزي الحداد. هذا مجلس يختار فوزي من خمسة رؤوس يمكن سوف تكون معنا في في حلقات قادمة سيد فوزي للأسف. أما في الغرب سيد فوزي الحداد للأسف ليس لدي كثير من الوقت. فوزي الحداد الكاتب الصحفي كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر السيد صلاح البكوش المحلل السياسي كان معي في الاستوديو، وأشكر الدكتور محمد فؤال المحلل السياسي كان معي عبر السكايب. مشاهدينا في نهاية هذه الحلقة نشكركم على مشاهدتنا، على أمل أن نلتقي بكم في لقاءات أخرى. كل عام أنتم بخير، إلى اللقاء.